أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد أن سورة الزلزلة والنصر وغيرهما تعدل في القراءة ربع القرآن، فهل ذلك صحيح؟ احتاج إلى إثبات. من قال هذا فعليه أن يثبت، لأن فيه كذب كثير في فضائل السور. واحد من الكذابين وضع لكل سورة فضائل من عنده ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن ذلك قال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن فأردت أن أرغبهم في القرآن. قال له الشيطان هذا فأقدم على هذا العمل. فهذا يحتاج إلى، وكتب الحديث وكتب التخريج موجودة ولله الحمد، فلا تقدم على قبول رواية إلا بعد أن تفحصها من الكتب الصحيحة. نعم.